النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت شركة كريبتو دوت كوم حصولها على الموافقة الكاملة من مصرف البحرين المركزي لمزاولة خدمات المدفوعات من خلال إحدى الشركات التابعة لها المسجلة تحت الاسم التجاري فورس جي اف اس البحرين في مملكة البحرين. وستتيح رخصة خدمات الدفع الممنوحة لشركة كريبتو دوت كوم أن توسع عروضها من خدمات الدفع القائمة على الأموال الإلكترونية والعملات الورقية على المستوى الإقليمي، بما في ذلك إطلاق بطاقات الدفع المسبق المشهورة عالميا. من جانبها أشادت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بقرار كريبتو دوت كوم باختيار مملكة البحرين وجهة لاستثمارها، وهي المعروفة بحضورها العالمي الواسع وسمعتها المرموقة في مجال الامتثال التنظيمي. أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6% إلى 5.25% بدءا من 19 من شهر سبتمبر 2024. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية. استقبل مصرف البحرين المركزي وفدا من البنك المركزي العماني في زيارة تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات وتفعيل برنامج التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية. كما تهدف زيارة الوفد لمصرف البحرين المركزي إلى الاطلاع على كل ما يتعلق بأنظمة الدفع وإصدار النقد ومكافحة غسيل الأموال والإرهاب والموارد البشرية وغيرها من المواضيع ذات الأهمية. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول الأسواق المالية العالمية معي عبر الهاتف من عمان الأستاذة رانيا جول، محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وكيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأسواق المالية؟ في البداية مساء الخير وسعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم. بالنسبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس، كان خطوة أكبر مما تتوقعه العديد من المستثمرين والمتداولين صراحة في الأسواق، وهذا أثار مخاوف حول حالة الاقتصاد الأمريكي خاصة مع تباطؤ الأوضاع في سوق العمل. لكن الفيدرالي يهدف إلى خفض التضخم إلى 2% وأكد على هذا بالأمس في اجتماعه، لكن تأثير القرار على الأسواق كان متباينا، فقد هبطت دولار والسندات وارتفعت مؤشرات الأسهم والذهب في البداية، لكنها عادت للتراجع بعد التقلبات الحادة. فأعتقد أن التأثير كان لحظي والأسواق قد سعرت كل شيء فعليا في وقت سابق، لكن السوق العالمية اليابانية والأوروبية استفادت من هذا القرار خلال اليوم، وأعتقد أن المستثمرين يترقبون التطورات القادمة بناء على البيانات الاقتصادية. وتاريخيا عندما بدأ خفض أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس، أصبح الاقتصاد داخل في مرحلة ركود، وأيضا رأينا مشكلات اقتصادية وانهيار اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال هنا، هل هذه المرة ستكون مختلفة؟ أنا برأيي لن تكون مختلفة، ولكن لنترقب ونرى ما سيحدث، فربما يتحقق الهبوط الناعم الذي يسعى له الفيدرالي حقيقة. بالتأكيد الأستاذة رانيا جول، محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com، كنت معنا من مدينة عمان، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.